ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشياطين. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. وخلاصة ما يفعل من رأى ما يكره في منامه أن يفعل ما يأتي. ينفث عن يساره ثلاثا. يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات. لا يحدث بها أحدا. يتحول عن جنبه الذي كان عليه. يقوم يصلي إن أراد ذلك.